اشترك في القناة ليصلك كل جديد أولا بأول. فنانون اتهموا بازدراء الأديان. يوسف وهبي أول من واجه تهمة ازدراء الأديان هو عميد المسرح العربي يوسف وهبي، وذلك في عام 1926 حينما تعاقد على بطولة فيلم يجسد من خلاله شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الفيلم من إنتاج تركي مصري مشترك، إلا أن الأزهر اتهمه بالزندقة، كما هدده الملك أحمد فؤاد حينها بحرمانه من الجنسية المصرية، إلا أنه قدم اعتذارا تم نشره وقتها بالصحف المصرية. إيناس الدغيدي من أكثر الفنانات إثارة للجدل، المخرجة إيناس الدغيدي والتي اتهمت من قبل بازدراء الأديان بعدما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام الراحل هشام بركات ضد الدغيدي يتهمها فيه بازدراء الأديان وإهانة الذات الإلهية، حيث صرحت قبل ذلك بأنها تحدثت مع الله. عادل إمام تم اتهام الفنان الكبير عادل إمام بتهمة ازدراء الأديان بسبب فيلمي الإرهابي والإرهاب والكباب، وتم الحكم في القضية بالسجن لمدة 3 أشهر وغرامة قدرها 10,000 جنيه، فيما قضت بعدها محكمة جنح مستأنف الهرم ببراءة الفنان من هذه التهمة. حكيم اتهم الفنان حكيم من قبل جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة ازدراء الأديان، فقد ظهر حكيم في كليب عم السلامة وهو يضع إحدى قدميه على حائط به آية قرآنية، وهو ما أثار حفيظة متابعيه ودفعهم لاتهامه بازدراء الأديان. يوسف شاهين واجه المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين تهمة ازدراء الأديان، حيث رفض الأزهر فيلمه المهاجر معللا بأنه مستوحى من قصة سيدنا يوسف وقامت الدنيا ولم تقعد حينها، ورفعت عدة قضايا تتهم الفنان بالإساءة للأديان وازدرائها. نجوى كرم قالت نجوى كرم شائعة وصفتها حينها بالشيطانية، حيث ادعى أحد الصحفيين أن نجوى لديها كلب بمنزلها يحمل اسم أحد الأنبياء، مما جعل بعض الجماعات تطالب بإهدار دمها. كما اتهمت حينها بازدراء الأديان، إلى أن عقدت الفنانة اللبنانية مؤتمرا صحفيا حضره عدد من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين تنفي فيه ما أشيع، قائلة إنها لن تخطئ بحق دين أو بحق مجتمع تنتمي إليه.